السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم اخوكم موسى من قناه جيمز ستيشن. اليوم جايب لكم لعبه نزلت من يومين اللي هي لعبه سنايبر بلاك ليست. طبعا انا حبيت ابدا بالمقطع عشان تشوفوا اللعب، لان يعني من وجهه نظر اللعبه يبيلها تعديلات كثيره. اول حاجه يعني ما تقدر تتحكم من داخل اللعبه بالاصوات ولا من خارج اللعبه، ما تقدر انك ترخي الصوت شوي، والجرافيك نفس الشيء فيه نقص كثير. واللعبه المهام اللي فيها تقريبا 9 مهام او 6 مهام ما ادري بالكثير. فحبيت العب اللعبه في البدايه وكل واحد يشوفها، اللي يحب يحمل اللعبه يحملها واللي ما يحب، لان حجم اللعبه 9 جيجا بايت، يعني قول انت 10 جيجا بايت، يعني كامل 10 جيجا بايت. راح نلعب شويه يا شباب، ما راح اتكلم في المقطع لانه ما اقدر اخفض صوت اللعبه، فراح العب بدون ما اتكلم شوي، بس مقطع بسيطه ونظره بسيطه على اللعبه، وبعد كذا راح نروح لتثبيت اللعبه. يلا يا شباب. طبعا الرهينة يا شباب راح تكون فوق، انا لعبت باللعبة كذا مرة، اللعبة صعبة شوي لان ما في عندك هيلث، يعني من عيوب اللعبة ما في عندك صحة، الصحة ما تزيد، يعني ما في السلاح ما ينتهي، يعني ما ادري شو وضعها اللعبة، ايش مشكلة اللعبة بالضبط، ليش نزلت بهذا الحجم وفيها نقص كثير، يعني فيها اشياء كثيرة ناقصة في اللعبة ما تعودنا عليها في لعبة مثل هذه، لعبة حرب ولعبة سنايبر. ثاني حاجة هم كاتبين لعبة سنايبر بلاك ليست تخص سنايبرات، فما ادري ليش البداية، يمكن البداية كذا وبعد كذا يعطوك سنايبر، ما ادري والله، لكن في اشياء او نقص كثير باللعبة. Hawk, where is the blacklist? I found her last room, second floor. Shit, we got company. Stay here. طبعا مثل ما لاحظتوا يا شباب ما في هيلث، ما في شيء يعني يخليك انك تحيا، لازم انك تلعب بتركيز. انا حبيت يعني اعطيكم اللعبه من البدايه عشان ما في احد يحملها وبعدين يتندم ليش حملها. اللعبه شكلها حلو، بس يمكن انك لازم تخلص المرحله الاولى وبعد كذا راح يتعدل كل شيء. المهم يا شباب انا راح اغلق اللعبه وراح اروح على طول لطريقة تحميل ثبيت اللعبة. طبعا التحميل يا شباب راح يكون روابط مباشرة تحميل، وراح يكون تورنت. طبعا التورنت تنتظر 5 ثواني وتضغط على تخطي الاعلانات وراح يجيك ملف التورنت. ننتظر شوي. طبعا تحمل من هنا كالعادة من خلال متصفحك، راح يجيك مجلد مضغوط، لما تفك الضغط راح يجيك ملف التورنت. لما تحمل اللعبة راح تجيك بهذا الشكل، سنايبر بلاك ليست. طبعا لازم راح تحتاج برنامج لتركيب الاقراص الوهميه، اختار البرنامج اللي انت تبي من جوجل ولا مواقع خاصه وحمله وركبه. طبعا استخدم الباور ايزو وراح اركب القرص الحين. طبعا التثبيت جدا سهل، هي نسخه كودكس
ما يحتاج اني ابدا في التثبيت، ما راح يعني التثبيت جدا سهل، تضغط على كلمة سيت اب وتضغط يس وتوافق على، طبعا ما في خيارات اخرى، بس انت تختار الموقع لتثبيت اللعبة وتسوي تثبيت. بعد ما تنتهي من التثبيت راح تجيك ايقونة على سطح المكتب، كليك بيمين الماوس اوبن فايل لوكيشن او فتح موقع الملف، وتروح للبلازا وتسحب هذا الملف هنا وتتركه وتوافق على استبداله، وبكذا ركبت انت الكراك واللعبة جاهزة للاستخدام. طبعا للي راح يحمل اللعبة دايركت راح اطلع خمس روابط او اربع روابط، سوري اربع مواقع يحمل منها التحميل دايركت وشغالة جميع الروابط، وطبعا ينتظر خمس ثواني ويضغط على تخطي الاعلانات، مثلا هذا الرابط الاول يضغط تخطي الاعلانات، بعد ما ينتظر خمس ثواني راح يحمل من هذا الموقع. طبعا هذا الموقع راح يحمل منه عن طريق سلو داونلود لانه ما مشتري هو خاصية الفاست، ينتظر شوي لحد ما يحوله، راح يحولك للصفحة فري داونلود، تضغط على فري داونلود تنتظر شوي، راح تنتظر تضغط مرة او تنزل لتحت، لا تضغط مرة ثانية فري داونلود بريميوم اوكي. هذا الموقع ما ادري يعني يكتب لك ان ذس فايل افيلبل، هالملف بس يحتاج لازم بريميوم تحمل، تروح للي بعده وتخطى الاعلانات وتنتظر شوي لحد ما يدخلك للصفحة. طبعا في بطء لاني قاعد ارفع لكم مقطع. تضغط على التوليد الرابط، رابط التنزيل، تنتظر شوي، كاتب لك انقر هنا لبدء التنزيل. هذا اسهل موقع شكله، ايوه هذا 9.80 جيجا بايت تحميل مباشر. تمام يا شباب، اتمنى المقطع يعجبكم ويكون سهل، واتمنى بعد اللعبة تعجبكم وما يكون فيها مشاكل، وان شاء الله تكون مناسبة لكم. انا حبيت اشرحها لكم للي يبي يحملها، واللي ما يبي على راحته شيء راجع لك انت، ما في شيء مجبر عليه. تمام يا شباب، وصلنا للنهاية، حطوا لايك مفضل ونشر، واللي مو مشترك يشترك بالقناة لان القادم افضل باذن الله. كان معكم اخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن، واشوفكم على خير.